ما حدث مع قناة توت عنخ آمون أثناء ترميمه في أغسطس العام الماضي كان مدعى إلى أن هذا الترميم يعاد مرة أخرى بشكل يليق بقناع توت عنخ آمون. تم تشكيل لجنة علمية من مرممين وأثريين لجنة مصرية ألمانية وبدأت العمل في السكان للقناع لعمل جهاز أو قالب سلبي يعني من العكسي علشان يكون يحتضن القناع أثناء أعمال الترميم حتى يكون حامل القناع أثناء الترميم. تم إعداد هذا القالب في ماينز في شهر أغسطس الماضي، وأيضا تم من خلال هذا الإسكان تحديد المادة المستخدمة وتم عليها فحوصات في ماينز أيضا لكيفية التعامل معها ورؤية كيفية التعامل مع هذه المادة وإبعادها لإعادة الترميم بشكل آخر. تم الاتفاق على هذا وإعداد غرفة خاصة كغرفة عمليات لترميم الملك قناع توت عنخ آمون، هي غرفة 55 بالمتحف المصري لحضراتكم زرتوها اليوم وصورتوا فيها مراحل العمل.